أيوه إزايك؟ وحدك ولا حد معاكي؟ لا مستنيك. ما حدش معايا. أنت فين؟ القطر على طول مسافر. وطبعا مش هقدر أسألك مسافر فين وجاي منين. خلاص يا نورهان، بقيتي سفري وترحالي، اليوم بقيت ليكي وحدك. اليوم بس؟ صدقيني لو قلت لك اني قبل ما اعرفك كنت عيل تايه ماشي في طريق ضلمه حوالي وحوش من كل شكل وكل لون. نفسي اعرف بتجيب الكلام الحلو ده منين. تصدقيني يا نورهان لو قلت لك انا نفسي ما اعرفش، لما بكلمك بحس ان حد تاني، حد معرفوش. ما تعرفوش ازاي؟ بالعكس، انت جواك طفل صغير وجميل وبريء وطيب. ايوه كده، سمعيني الكلام اللي عمري ما سمعته في حياتي. انت تستاهل كل خير يا منى. الله، اسمي طالع من خشمك زي العسل. أول مرة أحب اسمي. بذمتك حد يسمي ولده مناع؟ مادام عاجبني يبقى أحلى اسم في العالم. خلاص أنا هقفل التلفون على كده، وبكرة أكون عندكم أحدد ميعاد الليلة الكبيرة. تصبح على خير يا مناع. وأنت من أهله يا روح مناع، يا قلب مناع. ما شاء الله يا ما شاء الله، دي ميه زينه قوي مش عادمه، طعمها مسكر. الخوف احسن الميه اللي تحت الارض تخلص. لا، المهندس اللي ركب المكنه طمنا واتفق مع المهندس عمر، وعمر هيعرف كيف يدور المكنه. لا مؤاخذه يا كبير، انا الجدع اللي اسمه عمر في الارض دي، ولازم ترد الاعتباري وتمشيه من الارض حالا. عمل لك ايه ولد الفرطوس ده؟ هني وشتمني، ولولا انه ضيفنا وصاحب مناع انا كنت قتلته. جريات، هو القتل بالساهل كان عامل لك ايه؟ انت حتى راجل طيب، انت لسه بتسأل وبتدافع عنه كمان؟ انا هروح اقطع لك خبره. وقف يا مغاوري، وقف، انا هريحك. ريحني كيف؟ شايفك ساكت، ولد الكبير بيتهان قدامك. ولدك جاهز تكال، انا مش لحد تاني. يبقى خلاص ريحني ومشيه، والا هاخد عياله وهملكم وما ليش صالح بارضكم دي. هيستخلع يدك من يدي يا واد عمي. لما الكبير يبقى لعبة بجد ولد صغير مش همشي وراه بلعبة زيه. اختشى يا مغاوري، انت بتكلم الكبير. هي دي الحقيقة يا ناجي. حسن ملافظة، هي دي الحقيقة. كلنا لعبة في يد مناع، بنتيع عمره بس، كله ملاش لازمة. وتنكر ان مناع هو اللي بيدبر حالنا؟ لولا ما كناش نعرف نزرع الحشيش ولا نبيعوه. عشان انت اللي ركبته على نفسنا واحنا طوعناه عشان خاطرك، لكن لما توصل يعني انه يتحكم فينا ونبطل زراعه الحشيش، الحشيش اللي معيشنا بنعيم هنقول له لا، مش هنشتغل عندك انفار. وبقول لك ايه؟ بقول لك يا مناع، انا زي ابوك ومش همشي وراك. امال هتمشي ورا مين يا مغاوري؟ حد قال لك عليا صغير ومش عارف مصالحي؟ يبقى خلاص انت نويت تخلي في الكبير وتزرع حشيش. شوفوا، هاخد نصيبي في ارض العين وازرعها كيف ما انا هزرعها حشيش. ماشي، وخليك انت ورا مناع، وادي دقني، ادي دقني وفلحته. لو مشيت يا مغاوري تبقى مش مننا، واللي حيمشي معاك راخر مناش صالح بيه. همشي يا كبير، وريني هتعمل كبير على مين، وخلي والدك ينفعك. كلهم هيجروا وراي. يلا يا واد. صاليك يا مغاوري، صاليك يا واد عمي. ما ظنيش ان بعد الجواز هينفع ابعد عن نورهان، عشان كده صفيت كل اعمال اللي ممكن تخلينا سافر وابعد عنيها. لو مشاريع مهمة تبقى خسارة. هي مهمة وأنا زعلان عليها، لكن راحة البال عندي أهم. عين العقل يا مناع يا ابني، لو قدرت ترجع مشاريعك رجعها، وأنا مش هزعل لو اتشغلت عني المستقبل. كأنك ما عرفاش إنك مشروع عمري اللي جاي يا نورهان. ربنا يخليك ليا يا رب. أنا تحت أمرك في كل اللي تطلبه يا توفيق بيه، مش عايزين نضيع وقت. الحقيقة أنا مش متحمس لفكرة الجواز من غير خطوبة. الخطوبة خداعة، وطول الخيط بيضيع الإبرة يا توفيق بيه، والعريس والعروسة والأهالي كمان بيظهروا على غير حقيقتهم.
والكارثة بتكون أكبر بعد الجواز. أيوة بس في أحيان كتير الحاجات بتكشف قبل الجواز. صح، والجواز بيتم برضك، بس بعد كل عيلة ما تكشف عيوبها قدام العيلة التانية، ووقتها الكل بيضحي. الله، طب ما نضحوا من دلوقتي ونتوكل على الله. واديني قدامك اها، خد الضمانات اللي تريح. لا يا ابني، انا عارف انك مليونير، لكن الفلوس عمرها ما كانت ضمان. انا الدين والاخلاق هم الضمان الوحيد بالنسبة لي. يبقى نتفقوا ونرمي الحمول على الله. شفت يا بوي؟ شفت صحبة المناعة نفعت كيف؟ عرفت منه كل حاجة، عرفت منه كيف يخزن التقاوي عشان ما تفسدش. شوف يا همام يا ولدي، الفرصة جاتك عشان تدخل مكان مناع صاحبك، وزي ابوه موقف جنبه انا حقف جنبك واخلي الكل يسمع كلامك. قدها وقدود يا بوي، انا مش ناقصني حاجة، وكيف ما كان بيعمل مناع انا هعمل واكتر كمان. علشان تبقى زي مناع وتاخد مكانه لازم قلبك يبقى زي قلبه، حجر صوان على الاغراب، عجينة طارية على ابوه وعمه. فاهمك ابوي، وعمري ما اخيب ظنك. يوم المنى يا ولدي، لما اشوفك راجل تهب كل رجالة. يوم المنى مغاوري معاه ولده شاهين قاعدين في المضيفة مستنينك يا كبير. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اقعدوا. بلغني ان مناع رفض يتجوز بنتك وطفش ومش ناوي يرجع تاني. لا يا كبير البندريه، ده كان جواز بدل، وانا اللي رفضت اتجوز نسمه بعد اللي حصل بينها وبين ولدك همام. مغاوري كان بيقلب ارضه وبيشتل حشيش، فانا قلت محيط ناوي يزرع حشيش زينا نحط يدنا في يد بعض، ولا انت ايه رايك يا كبير؟ الجول جول همام، هو اللي استلم الرايه من صاحبه ويعرف ازاي يزرع وازاي يخزن. يعني ايه اخلص من مناع الاقي همام؟ لو مش لادد عليك بكيفك محدش غاصبك. قالتنا طول عمرها يد واحده وما فيش نفر منيها، طلع عن طوع كبيره. وديلي قدامك اهو عم دياب، ما نطقش بكلمة واحدة. انا يشرفني ان اكون طوع امر والد اخوي. وهمام يعرف ايه ما نعرفوش عشان يبقى كبير علينا. بامرتي فوضها يا بوي، ما عيدش منهدة ولا وجع قلب. هم عندهم ارضهم واحنا عندنا ارضنا. لو كنت نفر من البندرية كان ممكن ارض حكمكم.